وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد، المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم. مرحبا بك دكتور في نشرة الثالثة. ما هي أبرز الاستعدادات الجارية لاستقبال جميع طلبة المؤسسات التعليمية الحكومية وكذلك الخاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا أهنئ الطلبة طالبات وأولياء الأمور على قرب إن شاء الله العودة الكاملة والإلزامية للمؤسسات التعليمية المدرسية وغيرها طبعا من المؤسسات، لما يشكله ذلك من أهمية بالغة في دعم التحصيل العلمي وأيضا انخراط الطلبة في بيئة تعليمية طبيعية يحققون من خلالها الكفايات التعليمية المطلوبة ويعني يمتزجون بأقرانهم في نظام تعليمي متكامل. طبعا الاستعدادات على قدم وساق لبدء العام الدراسي القادم في سبتمبر إن شاء الله. كما تعلمون هذه العملية يعني تنقسم إلى عدة أوجه، في مقدمتها طبعا توفير الموارد البشرية اللازمة، فالآن يعكف قطاع شؤون المدارس على إعداد القيادات التعليمية للمختلف المستويات سواء على مستوى مدراء المدارس أو مدراء المساعدين أو المعلمين. هناك أيضا فوج من كلية البحرين للمعلمين تخرج طبعا للتو ويجري إعداده لطبعا الانخراط في المدارس وممارسة العملية التعليمية. هناك طبعا استعدادات لوجستية كبيرة جدا سواء في ما يتصل بتوفير الكتب، المناهج الدراسية، الأساس اللازم، عمليات الصيانة التي أشرتم لها في التقرير وغير ذلك من عمليات بهدف استقبال الطلبة بشكل لائق ومناسب مع بدء العام الدراسي إن شاء الله. سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد، المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.